Assalamu alaikum Tasa, this is your teacher Ms. Nermeen Al-Alawi, and today we are going to go over Unit 2 as a general revision before the second month exam. Let's start with the reading text, traditional garments. لازم تكوني عارفة مس إني أنا هون بعملك مراجعة سريعة للمين ايدياز للأفكار الرئيسية، لكن بضل أنت عليك إنك ترجعي للدرس وتدرسيه، فالمراجعة هون ما بتغني عن دراستك للدرس. ما تنسي إنه إحنا في عنا traditional garments اللي هي student book page 12. الآن لازم تكوني عارفة مس the adjectives that are used to describe the clothes. حكينا إنه أنا في عندي مجموعة من الـ adjectives اللي ممكن أستخدمهم لحتى أوصف اللي هي الملابس أو style اللباس بشكل عام like formal, informal, casual. ما تنسي إنه informal and casual can be both as opposite to formal. في عندك كلمة smart اللي حكينا إني أنا لما أوصف فيها الملابس بيكون المقصود بأنه أنيق أو مناسب ل المناسبة اللي أنا رايحة عليها. We have a practical, comfortable, fashionable and trendy and we have loose اللي هي حكينا the opposite of tight أو بمعنى واسع. برضو لازم أكون عارفة the traditional costumes of Jordan, Japan and India. بدنا نعرف اللي هي in Jordan we have the thobe, the عقال, the headband وإلى آخره، ونعرف تعريف كل شيء فيهم. In Japan we have the kimono، برضو بدنا نعرف التفاصيل الخاصة فيه. And in India we have the sari. طيب في عندي النص التالي اللي هو employee of the month اللي راح يكون عندي بstudent book page 16. لازم يكون عارفين مس why is خالد an exemplary employee، ليه وصفناه بأنه هو مثالي أو موظف مثالي. الآن كان في عندي مجموعة أشياء تاسع، مثلاً he is always neatly dressed, he follows the ethics of the workplace. وحكينا ethics معناها اللي هي أخلاقيات العمل أو اللي هي the set of morals، مجموعة الأخلاق المرتبطة بمكان العمل. فدائماً عندي كلمة ethics مرتبطة بالmorals. He also is respectful to his colleagues. وحكينا colleagues are the persons who you work with. And he doesn't accept the bribes. And he has a positive attitude. وحكينا attitude اللي هي نظرة للأشياء، أنه دائما نظرته للأشياء إيجابية. Okay. الآن let's go to the grammar, the relative pronouns. حكينا عن the relative pronouns تاسع، حكينا أنه we have who to talk or to give more information about people. عندي which اللي بنستخدمها مع الأشياء or with things. And we use where to give more information about the places. And whose to tell about the possessions أو الملكية. ما تنسي إنه أنا في عندي that اللي ممكن إني أستبدلها مع who و which فقط بدون where and whose. الآن كان في عندي مس تمرين بالبوكليت page 27 اللي أجلناه لحصة المراجعة، خلينا نعمله هلا تساسة. في عندي كمان مرة booklet page 27 the grammar section exercise 1 complete the sentences with the suitable relative pronoun who, which, whose, where and that. لا تنسي مس إني أنا اللي بخليني أحدد إيش اللي راح أستخدمه بالفراغ هو الاسم اللي قبل الفراغ. خلينا نبدأ بنمبر 1. رنا was the one sent me the email. هنا مس the one اللي هي بتشير لرنا، وبالتالي we are talking about a person، فرح تكون عندي who or that. ما تنسي انه احيانا لما نكون بنحكي عن شخص ممكن نستخدم whose بحالة كان اللي بعد الفراغ هو عبارة عن noun، والعلاقة ما بين هذا الناون اللي بعد الفراغ واللي قبل الفراغ هو علاقة ملكية. Number two, this is the video I wanted to show you. هنا في عندي miss we are talking about the video، وبالتالي رح تكون عندي which or that. Number three, that is the theater they acted my favorite play. وهنا احنا لما نحكي عن theater او المسرح معناته احنا بنحكي عن مكان، اسم مكان، وبالتالي رح يكون في عندي where. That is the theater where they acted my favorite play. Number four, he is the writer. في عندي books were bestsellers. هنا في عندي miss writer اللي هو a name of a person، وبالتالي في عندي خيارين إما هو أو هوز. لكن بعد الفراغ كان في عندي noun يعني مش verb، وبالتالي في احتمالية يكون هوز. ولما شفت إنه العلاقة ما بين اللي قبل الفراغ واللي بعد الفراغ هو علاقة ملكية، هيك بيكون عندي على الأكيد relative pronoun اللي راح نستخدمه هو هوز.
خلينا نروح للنمط الثاني من الأسئلة على الـ relative pronouns اللي هو join the sentences with a relative pronoun. رح يكون في عندي جملتين، هاي جملتين بس مشان أذكرك تاسع، رح يكون في اسم مشترك ما بيناتهم، يعني في اسم مكرر بالجملة الأولى والجملة الثانية، ورح تكون الجملة الثانية هي عبارة عن معلومات إضافية للاسم المكرر للجملة الأولى. وبالتالي أنا رح أضلني أكتب من الجملة الأولى لعند الاسم المكرر أو المشترك، رح مس بعد الاسم المشترك أستخدم relative clause، وبعد هيك أكتب الجملة الثانية بعد حذف الاسم المشترك. خلينا نعمل مس التمرين لحتى نتذكر هذا الشرح كله. ما تنسي إنه إحنا بنعمل booklet page 27 and 28. Number one, they live in a house. The house's roof is full of holes. في عندي هون مس الاسم مكرر عندي اللي هي the house. They live in a house. وفي عندي the house's roof. الآن رح أجي أكتب لعندي house's roof، ما إنه هون في عندي اسم ملكية وبالتالي relative pronoun رح أستخدمه هو whose. فرح تصير they live in a house whose، نحذف الاسم المشترك، roof is full of holes. ما تنسي حذف الاسم المشترك من الجملة الثانية the house. Number two, this shirt is 10 JDs. I bought it from the mall. هون مس I bought it from the mall اللي هي أصلها I bought this shirt from the mall، وبالتالي الاسم اللي تكرر مرتين اللي هو this shirt. فرح أجي أكتب this shirt، رح أوقف بالجملة الأولى لعنده، بعد هيك رح نشوف this shirt اللي هي a name of thing، معناته أنا رح أستخدم which، فرح تصير this shirt which I bought from the mall مع حذف الاسم المشترك، وبنكمل بقية الجملة الأولى is 10 JDs. Okay, number three. I talked to my neighbor. He lives next door. ما ننسى هنا حذف الاسم المشترك. رح نيجي هنا my neighbor وهي التنتين بيرجعوا لنفس الشخص، فرح نيجي I talked to my neighbor. بعد اسم الشخص رح يكون في عندي هو، نحذف الاسم المشترك وبندخل الجملة الثانية، فرح تصير I talk to my neighbor who lives next doors. Number four, the city is far away from here. I was born in that city. في عندي هون the city وهون the city، بنحذف الاسم المشترك مع the preposition المتعلق فيه، فبتصير the city where I was born is far away from here. وما تنسي تستخدمي relative pronoun where، وبالتالي بعد هيك بدنا نحذف الاسم المشترك. Now تاسع، let's move to the second part of the grammar which is about the comparative and the superlative adjective، أو اللي هي صفات المقارنة والمفاضلة. Now we said that in order to know the form of the comparative and superlative adjective we have to know how to count the syllables in the adjective. رح يكون في عندي ثلاث تقسيمات، the one syllable adjectives اللي هم سميناهم short adjectives، رح يكون في عندي three and more syllables اللي بتتكون أو الصفات بتتكون من ثلاث مقاطع أو أكثر اللي سميناهم long adjectives، ورح نيجي للجزء اللي موجود هون اللي هو two syllables رح نخليه للأخير. نبدأ بالshort adjectives. حكينا لما أكون بدي أعمل comparative adjective أو اللي هي صيغة المقارنة رح نضيف للأدجكتيف ER وبعد هيك نستخدم than. فأنا في عندي مثلا small رح تصير smaller than. For example, his house is smaller than my house. أما بحالة superlative رح نضيف قبل الأدجكتيف the ورح نضيف لها السافيكس EST، فرح تصير the smallest مثلا his house is the smallest. وحكينا الفرق ما بينهم، اني انا بالcomparative بكون بقارن بين طرفين، اما بحالة superlative فانا بحكي انه هو هذا الاشي بيمتلك القسم الاكبر او بيمتلك الجزء الافضل من الصفة او اكبر قدر من الصفة. نيجي لللونج adjectives. حكينا بحالة الكمباراتيف اللونج adjective رح نضيف لها more، يعني رح تصير more expensive than. بنخلي الadjective مثل ما هي، قبلها بنضيف more بعدها than، فبتصير مثلا the car he bought is more adjective than more expensive than my car. أما بحالة superlative رح يكون في عندي the most وبعد هيك الadjective، فرح تصير the most expensive. For example, he bought the most expensive car in the exhibition.
وهنا برضو احنا بنحكي انه هاي السيارة كانت هي الاغلى ثمنا بكل المعرض، وبالتالي انا ما بعمل مقارنة بين طرفين، وانما بحكي بانه هاي السيارة هي كان لها اكبر قدر من هاي الصفة. نيجي لتو سيلابلز. حكينا يا تاسع انه انا في عندي تو سيلابلز، جزء منهم بعاملهم على انهم شورت ادجكتيف، جزء منهم بعاملهم على انهم لونج ادجكتيف، وبالتالي احنا بدنا نحفظ الادجكتيفز اللي هم فيهم تو سيلابلز اللي بنعتبرهم شورت، وبدنا نحفظ الادجكتيف بنعتبرهم لونج ادجكتيف. مثلا هون examples of two syllable adjectives that are dealt with as short adjective. شو يعني بس احنا بنعاملها short adjective تاسع؟ يعني اني انا بالcomparative بضيف لها ER، بالsuperlative بضيف لها EST. مثلا dirty, easy, happy, pretty, simple, narrow, angry and noisy. فمثلا هون لما نيجي لـ angry رح تكون angrier than and the angriest، ما رح اجي احكي more angry than. في عندي examples على two syllable adjectives اللي بنتعامل معهم as long adjectives، بمعنى اني انا رح اضيف لهم more و the most، فرح احكي مثلا more peaceful than, more pleasant than, more careful than and the most careful والى اخره. فانا بتعامل معهم على انهم long adjectives. هدول مس بنحفظهم، ما في اي قاعده بتربطني باستخدامهم، وانما هم بيعتمدوا على الحفظ. لكن في عندي انه غالبا مس او دائما عفوا الادجكتيفز اذا كان فيهم تو سيلابلز بينتهوا بفول، فدائما راح اتعامل معهم على انهم long adjectives. طيب ما ننسى انه انا في عندي تاسع irregular adjectives، او اللي هي الصفات الغير منتظمة اللي انا ما بتعامل معها بنفس طريقة الصفات الاخرى. كان في عندي four adjectives بالبوكلت اللي هي good اللي رح تصير better than the best، في عندي bad اللي بتصير worse than the worst، في عندي far اللي رح تصير further than and the furthest، وفي عندي little اللي رح تصير less than اللي هي اقل من، او the least اللي هو الاقل على الاطلاق. Okay, now let's move to the booklet page 28. في عندي exercise 3 اللي على comparative و superlative 4. مثلا miss, rocks are heavy leaves. وهنا بدي أعمل مقارنة comparison between the rocks and the leaves. بما أنه أنا في عندي طرفين للمقارنة، وبالتالي رح أستخدم comparative، ما رح أستخدم superlative. فرح تصير عندي هنا rocks are heavier than leaves، وما تنسي التغيير بإملاءة الأدجكتيف. Number two, he is good player in the team. هنا تاسع أنا ما في عندي طرفين للمقارنة، وإنما أنا بحكي إنه هو اللاعب الأفضل في الفريق، وبالتالي أنا في عندي superlative form. Good هي من ال irregular adjective اللي بال superlative form رح تصير عندي the best. Number three, after practicing, I am skillful at drawing than I used to be. وهنا في عندي مقارنة ما بين أنا مهارتي حاليا وما بين مهارتي بالسابق، وبالتالي رح أستخدم الcomparative form، فرح تصير I am more skillful at drawing than I used to be. Number four, which is difficult subject at school. وهون بحكي عن المادة الأكثر صعوبة، فأنا بحكي عن superlative form، وبالتالي رح يصير في عندي difficult هي long adjective، فرح تصير which is the most difficult subject at school. Number five, Eileen is happy than her friend for winning the prize. هون رح تصير عندي في comparative، وبالتالي Eileen is happier with paying attention to the spelling. بدنا ننتبه للإملاء. Number six, that is comfortable sofa in the house. هي الصوفة الأكثر راحة أو اللي هي المريحة أكثر إشي في كل البيت، وبالتالي أنا في عندي superlative form، في عندي comfortable اللي هي من ضمن long adjectives، فرح أحكي that is the most comfortable sofa in the house. Number seven, Ben is noisy person in his family. هون في عندي superlative رح تصير عندي، انتبهي انه noisy هي من ضمن two syllable adjectives اللي بنعاملها على انها short adjective، فرح تصير Ben is the noisiest person in the family، وانتبهي للتغيير بالإملاء.
Now let's move to the structure as, adjective as. حكينا بس إني أنا بستخدم هاي الستركتشر لما يكون في عندي مش مقارنة ولا مفاضلة وإنما مساواة بين إشيين. لما أكون أنا بدي أعطي إنه هدول الطرفين بيمتلكوا هاي الصفة بنفس القدر، فهم متساويين مع بعضهم. For example, Miss, this TV show is as useful as the one we watched yesterday. هذا معناته إنه هذا البرنامج هو مفيد بنفس القدر اللي فيه إفادة للبرنامج اللي إحنا شاهدناه البارحة. فأنا في عندي تساوي ما بين this TV show وما بين اللي هي the TV show we watched yesterday. ما تنسي تاسع إني أنا لما أستخدم as رح أستخدم الأدجكتيف بالفورم الأصلي إلها، بمعنى إني أنا ما رح أستخدم معها مثلاً more useful أو the most useful، أو إذا كانت short adjective ما رح أحكي as مثلاً smaller as أو as the smallest as، وإنما تستخدمي الأدجكتيف بدون أي إضافة ما بين as. طيب حكينا هون معناها they are both useful and they are equal. بس ما تنسي إنه أنا إذا كان في عندي نفي نيجاتيف بصيغة as مثلاً this TV show is not as useful as the one we watched yesterday، هاد معناته إنه they are both useful، اتنين مفيدين لكن they are not equal، في حدا فيهم أكثر إفادة من الآخر. دائماً مس هاي معناها الجملة إنه the show we watched yesterday is more useful than this show. يعني مس لما أنا أستخدم not مع as adjective as معناها إنه أنا الطرف الثاني فيه هاي الصفة أكثر من الطرف الأول. فأنا بحكي هون إنه هذا البرنامج مش بنفس إفادة البرنامج اللي شاهدناه مبارح، وهذا معناته إنه البرنامج اللي شاهدناه مبارح هو أكثر إفادة، مفيد أكثر من هذا البرنامج. فأنا دائما لما أستخدم not بيكون معناها إنه الطرف الثاني بعد as adjective as فيه قدر من الأدجكتيف أكثر من الطرف اللي قبل الستركتشر. فهون أنا ممكن أنا أحكيها بصيغة تانية مثلاً the show we watched yesterday الجهة اللي موجودة هون is more useful than this show، بيكونوا عندي جملتين نفس المعنى. Okay. Now let's move to the punctuation marks أو علامات الترقيم اللي كانت موجودة عندي بالدرس. في عندك هون مس نفس اللي كانت موجودة بالactivity book page 15، خلينا نرجع نقرأها كمان مرة كنوع من المراجعة. طيب let's start with the capital letters. امتى بنستخدم الكابيتال letters؟ حكينا اول اشي مس at the beginning of the sentences ببداية الجمل، with the first person singular pronoun I، حكينا I اللي هي لما تكون معناها انا بتكون دائما capital وين ما كان موقعها بالجملة سواء بالبداية او بمنتصف الجملة. في عندي with the days of the week أو مع أيام الأسبوع، with the months of the year مع أشهر السنة، وآخر إشي with the proper nouns أو the proper names عفواً اللي هي أسماء الأشخاص أو البلدان. كل هاي اللي إحنا حكيناهم بيكون أول حرف منهم بالكابيتال letter. الفول ستوب دائماً بيكون بنهاية الجمل، فالجملة أنا عندي بتبدأ بكابيتال بتنتهي بفول ستوب. فأنا ما بحط فول ستوب سابع تاسع إلا لما أكون عرفت إن الجملة انتهت. كيف بعرف إن الجملة انتهت؟ لما تكون وصلت لي فكرة كاملة، هذا أول إشي. وتاني إشي لما ممكن أنا هاي الجملة أستخدمها لوحدها وتكون مفهومة، بمعنى بدون حاجتها للكلمات اللي قبلها أو اللي بعدها. في عندي الكوماز أو الفواصل، حكينا رح نستخدمهم مع التعداد اللي بيبدأ بالكلمات مثل first, second, third، بتيجي الكوما بعديهم مباشرة. برضو مس before but and so، لما يكون في عندي but أو so التنتين قبلهم بيكون في كوما. وآخر إشي اللي هي when we list three or more items، لما يكون في عندي تعداد لمجموعة أشياء، هدول الأشياء إذا كانوا أكثر من ثلاثة أو أكثر ببدأ إني أنا أحط الكوما وبنهايتهم بستخدم and. في عندي الأبوستروفي اللي حكينا إنه هي لها استخدامين، نمبر 1 اللي هو البوزيشن أو الملكية. بحالة الملكية رح يكون مثلا لما أحكي سليم's brother رح يكون في عندي بعد المالك مباشرة رح نحط اللي هي الأبوستروفي، عفوا الأبوستروفي بلس اس. وبرضه في عندي اللي هي مع الكونتراكشن أو الاختصارات أو الشورت فورم، إني أنا بحط الأبوستروفي بمكان الأحرف المحذوفة. فمثلا هون في عندي don't اللي هي do not، حذفت الأو فاستخدمت الأبوستروفي بدل الأو. دائما الأبوستروفي بتكون بدل الحرف المحذوف، وبنخلي do not اللي هي كانت جملة كلمتين عفوا تصير كلمة واحدة.
Now let's go to the booklet page 28. في عندي هون فقرة فيها أخطاء بالpunctuation بدنا نصححهم. الآن تاسع أنا كتبت لك التصحيح هون موجود عندك. المطلوب منك إنك تنتبهي للأشياء اللي تغيرت بكل الأحوال، وبحال كان عندك سؤال عليهم بس بإمكانك إنك تسأليني. Now let's go to the linking words أو كلمات الربط. وكان في عندي بدرسي because and so that. حكينا مس إنه because and so that رح يكونوا لا reason and the result. نستخدم because لما تكون الجملة اللي بعد because الجملة الثانية علاقتها علاقة سبب مع الجملة اللي قبلها، ونستخدم so that لما تكون الجملة اللي بعدها هي علاقة نتيجة للجملة اللي قبلها. Let's take these examples. Now I study hard because I want to get a full mark. I study hard so that I can get a full mark. الآن بالجملة الأولى أنا بحكي إني أنا بدرس منيح because I want to get، لأني أنا بدي إني أجيب علامة كاملة. وبالتالي هنا I want to get a full mark كان سبب لدراستي بشكل جيد. الآن I study hard so that I can get a full mark، هنا كان يعني بستطيع، أنا بستطيع إني أجيب علامة كاملة. بالتالي هون أنا بدرس منيح لحتى تكون النتيجة إني أنا أستطيع إني أجيب علامة كاملة. وبالتالي I can get a full mark رح تكون نتيجة لستدي هارد، مشان هيك استخدمنا so that. نشوف أمثلة تانية. She got lost because she didn't know the roads well. هون رح أسأل why did she got lost؟ Why did she get lost? Because she didn't know the roads well. هذا السبب إنه هي ما بتعرف الطرق منيح وبالتالي هي تاهت أو ضاعت، فاستخدمنا because. Now number two, she used the GPS so that she wouldn't get lost again. هي استخدمت البرنامج اللوكيشن so that لحتى تكون النتيجة إنه she wouldn't get lost again، لحتى ما تضيع مرة تانية أو ما تتوه مرة تانية. فدائما مس بتفرج على الطرف الثاني علاقته مع الطرف الأول، وعلى أساسه بحدد إذا كنت رح أستخدم because أو so that. Now let's go to the booklet page 28. في عندي number one, join the sentences using because and so that, change the punctuation if needed. رح أحتاج إني أغير إشي من علامات الترقيم، وهلا بنشوف التغيير مع بعض. Number one, they slept early tonight. They catch the bus tomorrow's morning. لأن هم ناموا بكير اليوم، وفي عندي جملة تانية they catch the bus، هم إنه لحقوا الباص بصباح الغد أو إنهم رح يلحقوا. فبالتالي أنا هون عندي إنه هم ناموا باكراً لحتى إيش مس تكون النتيجة so that، لحتى تكون نتيجة إنهم يلحقوا الباص لصباح الغد، وبالتالي رح استخدم so that. الآن التغيير بالpunctuation رح يصير أو بعلامات الترقيم. أول إشي هون في عندي الفول ستوب رح نشيلها، لأني أنا رح أربط جملتين أخليهم جملة واحدة، فما في داعي للفول ستوب. وبرضو في عندي هون they ابتدت بالكابيتال لتر هون لأنه كان في فول ستوب، لما شلنا الفول ستوب صار ما في داعي إني أبدأ بالكابيتال لتر، وبالتالي سويناه سمول لتر. فصارت عندي they slept early tonight so that they catch the bus tomorrow's morning. Now number two, they didn't catch the bus. هم ما لحقوا الباص. They woke up too late. استيقظوا متأخر. هلا هون في عندي تاسع إنه أنا علاقة الجملة الثانية بالأولى هي علاقة سبب. ليه هم ما لحقوا الباص؟ لأنهم صحيوا متأخرين. وبالتالي هون رح نستخدم بدل الفول ستوب رح تصير في عندي because، فرح تصير miss they didn't catch the bus because they woke up late. وما تنسي مس البنكتشويشن رح تتغير عندي، اللي هي الفول ستوب رح نخليها مش موجودة، لأنه رح يصير في عندي مس جملة واحدة فقط، وبعدين اللي هي الكابيتال لتر بداي رح نخليها سمول لتر. So that was our class for today. Thank you for watching and have a good day. And I wish you the good luck in your exam, TASA. Thank you for watching.